نجيب اليوم موقع بالضبط. هضر معك سي سعيد العجل هو اللي عطاني الكونتاكت صافي ديالك. اخويا الله يخليك، هي الاولى راه كاين هذاك السيد دار له والله واحد الثقه الاحتياطي ايوه في انتظار المواجهه مع علي، وغد وقت قليل بغيت ندير شي هذاك يا بلادي كتبين شي حاجه ما عمري قلتها. قول لي التوضيح ديالك باش ندوزو سيدي تفضل. قلت بان ان ماشيناسيون الجيريان هذه مؤامره مناوره جزائريه لم يسبق لي بتاتا ان اتكلم عن مناوره جزائريه ماشيناسيون الجيريان، واحتفظ بحقي بحقي باش نمشي للقضاء باش ندعي بلادي. الله يرضيك كان انا عيطت سعيد نقول لهم. ها هذه المساله ديال المؤامره الجزائريه انت ما قلتها ما والو، انت كتقول انا الموكل ديالك بريء. بريء وحنا غنبان نوصل البراءه ديالو. البراءة ديالو فهمتي غنعملو البراءة ديالو. حنا استنفنا اليوم قرار ديال قاضي الحريات استنفنا ديال الاعتقال استنفنا غادي يدوز نهار الاثنين غادي يدوز هما المحكمة السنة لا جلسة فضينا قاضي الحكم مش يدوز الله يكثر خيرك اسمح لنا الازعاج ربي يخليك. ما تبقى فجر ودير هذه القضيه الله يرضي عليك ديال دابا ندير وسطك دابا ندير وسطك الله يسخر لك.